فوضى وضحايا وانقطاع الكهرباء في أقوى موجة ثلوج. بدء استخدام الهوية الرقمية عبر الهاتف من 5 ديسمبر. استمرار الاعتماد على الغاز الروسي لأكثر من نصف الاحتياجات. مقاطعة تنجح بإدماج أكثر من 600 طالب لجوء في سوق العمل. السجن المخفف لشاب تسبب بوفاة مصري في حادث مروري. تراجع أعداد المتزلجين رغم كثافة الثلوج يهدد موسم السياحة. مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. تسببت الثلوج الكثيفة التي عمت النمسا بداية الأسبوع بانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل وغلق العديد من الطرق الرئيسية. وتسببت الثلوج في العديد من الحوادث والانزلاقات إضافة إلى الانهيارات الثلجية، حيث لقيت شيكيون حتفه بعد انهيار جليدي في منطقة مولتال للتزلج في كارنتن. تسببت أيضا في انقطاع الكهرباء في سالزبورغ وتيرول عن 200,000 منزل، فيما نصح الدفاع المدني في النمسا العليا بالبقاء في المنازل، ويعتبر الثلج المتساقط في فيينا هو الأخزر منذ 10 سنوات. يبدأ في النمسا اعتبارا من 5 ديسمبر استبدال توقيع الهاتف المحمول بآي دي أوستريا، وذلك تسهيلا للإجراءات الحكومية الرقمية. وتتوفر الهوية الرقمية الجديدة لحوالي 200 إجراء إداري و400 خدمة عبر الإنترنت. وبعد تجربة ناجحة في الصيف، سجل أكثر من 1.5 مليون شخص للحصول عليها. توفر الهوية الرقمية مزايا أمان إضافية وتحقق في الخدمات الحكومية، وتهدف إلى تعزيز التحول الرقمي أوروبياً وتسهيل التعامل الآمن مع الخدمات الحكومية. قال منظم الطاقة النمساوي السابق والتر بولتز إن الكميات المخزنة من الغاز في النمسا واستمرار الإمدادات يؤشران على أن السوق باتت أفضل بعد غزو أوكرانيا. أتوقع أن لا يكون الأمر صعبا حتى مع القطع المفاجئ لإمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا خلال العام الجاري. تبقى النمسا تعتمد بنسبة كبيرة على الغاز الروسي، حيث يأتي أكثر من نصف احتياجاتها منه. بالرغم من الدعوات لتنوع المصادر، إلا أن العلاقات الطويلة بين شركة الغاز النمساوية وغاز بروم الروسية تجبر النمسا على استمرارها في الشراء. قدمت مقاطعة تيرول تسهيلاً لدمج طالبي اللجوء في سوق العمل لدعم مؤسسات السياحة للموسم الشتوي. افتتحت المقاطعة جناح الوظائف الذي يعد فرصة لطالبي اللجوء لتحقيق الاستقلال الاقتصادي لديهم، حيث يوجد أكثر من 7,000 وظيفة شاغرة بحاجة للتعيين الفوري. ويجمع جناح الوظائف طالبي اللجوء وأصحاب العمل في مكان واحد مدعوما بمترجمين. وتمكنت تيرول خلال العام الحالي من دمج حوالي 600 طالب لجوء في سوق العمل. قضت محكمة في فيينا على شاب يبلغ من العمر 26 عاما بالسجن 12 شهرا بتهمة القتل الخطأ. وكان المتهم قد تسبب في مقتل مصري يدعى إيهاب باشا يبلغ من العمر 47 عاما في 27 ديسمبر العام الماضي، حيث اصطدم السائق بسيارة ثم بجدار فندق في منطقة حزام فيينا ثم بالرجل. أقر المتهم بمسؤوليته مؤكدا شربه كميات كبيرة من الكحول قبل القيادة. صدر الحكم بالسجن لمدة 12 شهرا مع تعليق 8 أشهر، وقد قبل المتهم الحكم فيما ترك الضحية طفلا وزوجة لوحدهم. أظهرت عدة استطلاعات للرأي أن ارتفاع تكاليف التزلج والرياضات الشتوية يعد سببا رئيسيا في انخفاض اهتمام الأفراد بها. وأشار 28% من معظم الأشخاص المستطلع آراؤهم أن ارتفاع التكاليف كان السبب الرئيسي في الابتعاد عن الرياضة المكلفة. وبالنسبة للأشخاص الذين كانوا يمارسون التزلج سابقا وتوقفوا عنه، كان العمر المتقدم والتكاليف هما الأسباب الرئيسية لتراجع اهتمامهم.
وذلك على الرغم من توفر الثلوج الجيدة في الجبال هذا العام. كانت هذه نشرتنا مشاهدين لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم. كنت معكم أنا قتيبة اللحام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.